هل تستخدم أجهزة ماك أم مايكروسوفت؟ أيهما شعار مايكروسوفت الصحيح؟ ربما كان ذلك أصعب مما يبدو، لكن هذا هو شعار صحيح على أي حال. كوكاكولا المشروب الأكثر استهلاكاً في الولايات المتحدة، بينما يأتي مشروب كوكاكولا للحمية في المركز الثاني، فما هو شعاره الصحيح؟ كان هذا سهلاً، أليس كذلك؟ هذا الشعار بالتأكيد. ما هو ثالث أكثر المشروبات الغازية استهلاكاً؟ إنه بيبسي، اعثر على شعاره الصحيح. هذا هو، انظر جيدا إلى هاتين الصورتين للعثور على قلعة ديزني الصحيحة. هذا الشعار، إذا أجبت بشكل صحيح لابد أنك شاهدت الكثير من أفلام ديزني. تأتي سلسلة مطاعم سابوي في المركز السادس من حيث تحقيق الأرباح، ويأتي في المركز الأول ماكدونالدز بكل تأكيد. هل يمكنك تخمين شعار سابوي الصحيح؟ نعم، هذا الشعار، شعار LG بنقطة أو بدون نقطة. صحيح، الشعار به نقطة بكل تأكيد. هل يمكنك العثور على شعار سبرايت الصحيح؟ هذا هو، أحسنت. هل تحب ألعاب الفيديو؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهذا السؤال سيكون كشربة ماء بالنسبة إليك، وإذا لم تكن من محبي الألعاب، حاول على أي حال. هذا هو، هل تمكنت من الإجابة بشكل صحيح؟ ما هو شعار ديسكورد الصحيح؟ هذا الشعار بدون هوائي، فهو ليس موقع ريديت. ما هو ترتيب المنازل الصحيح على شعار هوغوارتس؟ لن يعرف الإجابة سوى جمهور هاري بوتر الحقيقي. هذا هو، هل عرفت الإجابة؟ سؤال آخر لمحبي الألعاب، ما هو شعار بلاي ستيشن الصحيح؟ هذا هو، أحسنت، لا سيما إذا كنت لا تفقه شيئا في ألعاب الفيديو. أشهر متصفح يستخدمه البشر حول العالم هو جوجل كروم، أما متصفح أوبرا فهو لا يظهر حتى في قائمة الثلاثة الأفضل، لكنني أراهن على أنك ستعرف شعاره الصحيح. هذا هو، سؤال آخر لمحبي القهوة والكعك المحلى، هل يمكنك التعرف على الشعار الصحيح؟ هذا هو، هل يمكنك التعرف على شعار نوتيلا الحقيقي؟ صحيح، هذا هو. هل يمكنك التعرف على شعار شال الصحيح والوحيد؟ هذا هو، كان ذلك صعبا، أليس كذلك؟ لعشاق البيتزا، ما هو شعار بيتزا هات الصحيح؟ هذا هو يا أصدقاء، يمكننا استخدام هذا السؤال أيضا في اختبار كم عمرك؟ سوف أتذكر صوت إشعارات هذا البرنامج إلى الأبد،
إلى جيل الألفية، ما هو الشعار الصحيح؟ هذا هو شعار برنامج ICQ الأصلي، قد تلجأ إليه كل يوم تقريبا. لكن هل تعرف حقا شعار ويكيبيديا جيدا؟ ما هو الشعار الصحيح؟ إذا تعرفت على الجواب الصحيح فلك مني كل التقدير والاحترام. دعونا نواصل. ما هو شعار الألعاب الأولمبية؟ هذا هو. ما هو شعار سكايب الصحيح؟ نعم، هذا الشعار بكل تأكيد. ما هو ترتيب الألوان الصحيح هنا؟ هذا هو، أزرق بالأعلى وأصفر بالأسفل. يعتبر متصفح مايكروسوفت إيدج أفضل متصفح لأجهزة ويندوز، لكن ما هو شعاره الصحيح؟ هذا هو. سيعرف كل محبي ألعاب الفيديو الإجابة الصحيحة، لكن يمكن لغيرهم المحاولة أيضا. ما هو شعار لعبة دوتا 2؟ هذا هو الشعار. عودة إلى بداية القرن الحالي، عندما كانت كل الفتيات مهووسات بهذه الشخصية. ما هو شعار هالو كيتي الصحيح؟ هذا هو. التفاحتان كلتاهما مقضومتان، لكن أيهما قدمت من الجانب الصحيح؟ صحيح، أنا أيضا أكل التفاحة من هذا الجانب. هل يمكنك معرفة شعار وكالة ناسا الصحيح؟ صحيح، لا يوجد لون أصفر داخل الدائرة الزرقاء. طائر مغرد صغير، لكن أيهما ملأت تغريداته الفضاء الافتراضي؟ تماماً، لأن الآخر على اليسار يبدو ريشه كثيفاً. هل تعرف كيف يبدو شعار رولكس؟ هذا التاج يبدو طبيعياً أكثر. التمساح الأيمن أو التمساح الأيسر؟ هذا هو السؤال. إنه الأيمن، أعتقد أن التمساح على اليسار أضخم من أن يزين قميصي. أنا واثق أنك ستعرف الشعار الصحيح بمنتهى السهولة. بالتأكيد، شعار أديداس الصحيح على اليسار. هل سبق لك زيارة مطاعم تاكو بيل؟ سنكتشف ذلك الآن. الشعار الصحيح على اليسار. هذا سؤال صعب. سأذهب وأتحقق من خزانة ملابسي. أم أن ملابسي كلها تقليد؟ حسنا، فهد بوما يقفز إلى اليسار. من الجيد معرفة ذلك. يوجد شيء غريب في أحد الشعارين، لكن عليك اكتشاف ذلك بنفسك. نعم، شعار سيتروين عبارة عن سهمين فقط ينظران للأعلى وليس ثلاثة. كوكاكولا أم كوكاكولا؟
الإجابة الصحيحة هي كوكاكولا، الشعار الصحيح على اليسار. لذيذ، أنا واثق أنك ستعرف الشعار الصحيح. نعم، أعتقد أن هذا الشعار ألذ أيضاً. والآن، هل تشاهد قناة MTV؟ شخصياً اكتشفت أنني كنت أشاهدها بما يكفي. أحمر أبيض أزرق أم أحمر أبيض أزرق؟ اختيار صعب. الإجابة الصحيحة هي الشعار على اليسار. معشر عشاق وسائل التواصل الاجتماعي، استخدموا قواكم الخارقة. من كان يظن ذلك؟ أنا لا أستخدم إنستغرام كثيراً. هل تحب تصوير ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة؟ لابد أنك تعرف شعار تيك توك الصحيح. هل اخترت الشعار الأيسر؟ إجابة صحيحة. هل تأكل البرجر كثيراً؟ دعنا نرى. أما أنا فيبدو أنني بحاجة إلى التركيز أكثر أثناء تناول مأكولاتي البرجرية. كنت في مطاعم سابوي مئات المرات، لم أدرك أن الشعار قد يكون مربكاً لهذا الحد. الإجابة الصحيحة هي الشعار على اليمين، لم يخذلني حدسي. هل تتذكر شعار دجاج كنتاكي الصحيح؟ إنه الشعار الأيسر، انظر للخطوط على المئزر، خطوط عريضة أو رفيعة. الشعار الصحيح به خطوط رافعة. لا أعرف، كلاهما يظهر ألوانا جميلة. بحثت في جوجل عن شعار جوجل، هل يعتبر هذا غشا؟ أحد أشهر صانعي الجينز في العالم، هل يمكنك معرفة شعاره صحيح؟ أجل، الشعار على اليمين. بالتأكيد تعرفون فيلا، العلامة التجارية الشهيرة للملابس الرياضية، لكن هل تعرفون شعارها جيدا؟ هذا هو الشعار الصحيح. هل يمكنك معرفة شعار LG الصحيح؟ شركة تصنيع الأجهزة الإلكترونية الكورية. إجابة موافقة، الشعار الأيسر. كوكاكولا أم كوكاكولا؟ والإجابة هي كوكاكولا. أمزح معكم، الشعار الصحيح هو الموجود على اليسار. لذيذ، أنا متأكد أنك ستتمكن من معرفة الشعار الصحيح على الفور. ماذا؟ كنت أعتقد أن شعار أوريو مائل أكثر قليلاً. والآن سنكتشف إن كنت تشاهد قنوات MTV كثيراً. من الواضح أنني أشاهدها كثيراً بما يكفي. احتجت إلى دقيقة كاملة لمعرفة الفارق، هل لاحظت؟ الشعار الصحيح هو الموجود على اليسار. قلب أخضر أم قلب أحمر؟ هذا هو السؤال. الشعار الحقيقي الذي يذكرني بالدجاج المشوي الشهي هو الموجود على اليسار. هذا أصعب قليلا، أليس كذلك؟ من الآن فصاعدا سأحرص على تذكر شعار مطعم البيتزا المفضل لدي جيدا. للأسف أحب الشاي أكثر، لكن ماذا عنكم يا مدمني القهوة؟
كنت أعرف أن هذا هو الجواب الصحيح. والآن هل تحب أطباق مطعم تاكو بيل؟ لنكتشف ذلك. الشعار الصحيح هو الموجود على اليسار. ما متصفح الإنترنت المفضل لديك؟ إذا كان كروم فلن تعاني من أي مشكلة في معرفة الشعار الصحيح، أليس كذلك؟ أتمنى أن تكون إجابتك صحيحة. والآن دعونا نتلاعب بالألوان قليلا. أيهما شعار متجر ليدل الصحيح؟ معظم الحروف باللون الأزرق وحرف واحد فقط باللون الأحمر. والآن لا أعتقد أن عينك ستخطئ شعار ماكدونالدز. نعم، الشعار الذي لا يكون فيه الجزء الأوسط بنفس طول الطرفين. أحد هذين الشعارين يبدو غريبا بالنسبة لي، هل عرفته؟ الشعار الصحيح هو الموجود على اليمين. هل يمكنك التعرف على شعار وينديز الصحيح؟ كان ذلك صعبا، لكنني اخترت الشعار الأيسر وكان تخميني في محله. أحد هذين الشعارين يبدو غريبا، لكن سيكون عليك تخمين الشعار الصحيح بنفسك. نعم، شعار سيتروين عبارة عن سهمين للأعلى وليس ثلاثة. أعتقد أنني أحتاج إلى الاهتمام بغسل ملابسي أكثر حتى أعرف الشعار الصحيح لمسحوق الغسيل هذا. أخضر بالأعلى وأحمر بالأسفل، الآن فهمت. شعار آخر لمنتجات لذيذة وشهية، لكن أيهما الصحيح؟ بعد رحلة سريعة إلى المطبخ اكتشفت أن الشعار على اليمين هو شعار كادبوري الصحيح. هل توجد متاجر ألدي في مدينتك؟ لنكتشف ذلك. الشعار الصحيح هو الموجود على اليسار. الأمر يتعلق بالألوان والكعك المحلى. شعار دانكن دوناتس الصحيح هو الموجود على اليسار. هل تحب إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة؟ لابد أن تعرف شعار تيك توك الصحيح. هل اخترت الشعار الأيسر؟ أحسنت. أستخدم هذا التطبيق كثيرا لذا أعرف الشعار الصحيح. ماذا عنك؟ أوه لا، كنت واثقا من أنه الشعار الموجود على اليسار. هل يمكنك معرفة شعار وكالة ناسا صحيح؟ هذا هو، بدون لون أصفر. أنا واثق من سهولة هذا السؤال. ما هو شعار مرسيدس الصحيح؟ هذا هو، أحسنت. هل تعرف كيف يبدو شعار الرولكس؟ هذا هو التاج الذي نبحث عنه، أحد أشهر المشروبات في جميع أنحاء العالم، لكن هل تعرف شعاره الصحيح؟ الشعار الموجود على اليسار. هل تأكل البرجر كثيرا؟ لنكتشف ذلك. يبدو أنني أحتاج إلى تناول البرجر أكثر لأعرف الفرق. سؤال آخر لعشاق القهوة، أين شعار ستاربكس الحقيقي؟ الشعار الموجود على اليسار. والآن أيهما تمساح لاكوست؟ صحيح، التمساح الموجود على اليسار يبدو كثير الأشواك ولن يحب أحد وجوده على قميصه. ما الموقع الصحيح للحرف S في شعار إيمانديمز؟ أجل، شكل الشعار إلى اليمين أفضل، أليس كذلك؟ حرف E في شعار ديل مائل، لكن في أي اتجاه؟ إنه مائل نحو صديقه الحميم الحرف دي. هل تتناول دوريتوس كثيرا؟
إن تمكنت من معرفة الشعار الصحيح فهذا يعني أنه من مقرمشاتك المفضلة. هل سبرايت بنكهة الليمون الأخضر أم الليمون الأصفر؟ ما رأيك؟ الليمون الأصفر، وبالتالي الشعار الصحيح هو الموجود على اليسار. هل يمكنك تحديد الطريقة التي يميل بها شعار فرايتس؟ ها هو، إنه الشعار إلى اليمين. ما شكل الشارب الصحيح في شعار برينجلز؟ ها هو. هل يمكنك معرفة الشعار الصحيح لتشيتوس؟ تماما. لو أشرقت الشمس من الشرق وغربت من الغرب وكانت الرياح تهب من الشمال الغربي، فأي من هذين الشعارين هو الشعار الحقيقي لسانشيب؟ هذا بطبيعة الحال. هل أنت مستعد للجولة الثانية؟ هل يمكنك معرفة هذه العلامات التجارية من هذه التصاميم المبسطة؟ الشعار الأول، ماذا يمكنك أن تصنع من هذه الأشكال؟ إنه شعار ستار وورز. هذه الدوائر ليست مجرد دوائر عادية، إنها تبدو مثل باندا لطيفة. وهي شعار World Wildlife Foundation. دوائر برتقالية وأخرى وردية، ما الذي قد تعنيه؟ إنه شعار دانكن دوناتس. أشتهي تناول الدونات الآن. في الواقع تبدو هذه مجرد دوائر بسيطة بالنسبة لي. هل يمكنك معرفة ما تعنيه حقا؟ أوه، إنه شعار كيلوغ. أعرف هذه الألوان. إنه شعار فيديكس بلا شك. هل هناك شيء آخر باللونين البرتقالي والأزرق؟ تمثل هذه الألوان رمزا شهيرا، هل يمكنك معرفته؟ يشير الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر إلى شعار مايكروسوفت. قدم هذا القرص قليلا. أوه، إنها تفاحة وليست قرصا. هذا أقرب للمنطق. دائرة كبيرة ودوائر صغيرة، تبدو مألوفة جدا. هذا شعار جوجل لكنه مبسط جدا. تبدو هذه كغيمة، أليس كذلك؟ الإجابة هي شعار سكايب. هذا الشعار باللونين الأبيض والأسود، لكن من الصعب تحديده. هل قلت شعار أديداس؟ لقد أصبت. يبدو هذا مألوفا جدا جدا. شعار يوتيوب. هل هذه النقاط شفرة مورس؟ كلا، إنه شعار فيسبوك. هذا يصلح أن يكون لوحة تجريدية.
لكنه شعار متصفح فايرفوكس. لن أعطيك أي تلميحات، لكنني أعرف الإجابة. نينينيني. ألم أقل لك؟ هذا السؤال صعب. سأذهب للتحقق منه على ملابسي. أم يعتبر هذا غشاً؟ إذن قط بوما الكبير يقفز نحو الجهة اليسرى. معلومة جيدة. هناك خطأ ما في أحد هذين الشعارين، لكن عليك معرفته بنفسك. صحيح، يضم شعار سيتروين سهمين وليس ثلاثة أسهم. هذا سؤال بسيط. ليس لدي أدنى شك. أعتقد أنك بحاجة لغسل ملابسك بنفسك لمعرفة الشعار المناسب لمسحوق الغسيل هذا. حسناً، الأخضر في الأعلى والأحمر في الأسفل، فهمت؟ أي من هذين الشعارين مألوف أكثر بالنسبة لك؟ اختارت الشركة الشهيرة بتصنيع السيارات الشعار الأول. لا أجد مشكلة في أي منهما، لكن أيهما الصحيح؟ القليل من الأحمر والكثير من الأزرق. عرفت؟ المستوى صعب. هذا بسيط، فأنا من عشاق الشاي. عرفت أن هذا مألوف أكثر. حسناً، رغم أني لست خبيراً في الوقود، لكني قد أعرف الإجابة. حسناً، كنت محقاً. حسناً، هذا محير بعض الشيء. عرفت الآن كيف يبدو شعار مطعم البيتزا المفضل لدي. هل تعرف الشعار الذي تمتلكه شركة الإلكترونيات الشهيرة هذه؟ تخمين موفق. الفرق بين هذين الشعارين بسيط، لكن أحدهما ليس صحيحا. يمثل الشعار الأيسر الشركة العالمية المصنعة للبرامج وأجهزة الحاسوب. كوكاكولا أم كوكاكولا؟ والإجابة هي كوكاكولا. أنا أمزح، هذا هو الشعار الصحيح. يمي، أنا موقن بأنك ستجيب عن هذا بشكل صحيح. ظننت هذا الشعار أكثر تموجاً. والآن لنكتشف مدى مشاهدتك لقناة MTV. تبين أني أشاهدها كثيراً. إنهما متماثلان بالنسبة لي. رأيت الفرق الآن، لكني تأخرت. أحمر وأبيض وأزرق أم أحمر وأبيض وأزرق؟ خيار صعب. ستكون قد أصبت لو اخترت الشعار الأيسر. لست متأكدا من هذا، لكن هل تعرف الإجابة؟ كنت أعرف أنه الشعار الأيمن.
استخدموا قدراتكم الخارقة يا عشاق وسائل التواصل الاجتماعي. من كان يظن هذا؟ أنا لست من محبي إنستغرام. استخدمت هذه الخدمة كثيراً لدرجة أني أعرف شعارها جيداً. إنه الشعار الأيسر: المستوى محير للعقول. واو، حقاً إنه محير للعقل. حسناً، الشعار الصحيح هو الشعار الأيسر، هل عرفته؟ هل تحب التقاط الفيديوهات القصيرة ومشاركتها؟ إذن حتماً ستعرف الشعار الصحيح لتيك توك. هل اخترت الشعار الأيسر؟ لقد أصبت. هل تتناول البرجر كثيراً؟ لنرى. يبدو أني بحاجة إلى تناول البرجر أكثر. أو لا، الألوان من جديد. واو، كان هذا صعبا. هل تعني أن علي معرفة لون ربطة عنقه؟ في الواقع أنا بارع في تمييز الألوان، هل عرفت الإجابة الصحيحة؟ ذهبت إلى مطاعم سابواي مئات المرات، لكني لم أعرف أن شعارها قد يكون محيراً لهذه الدرجة. الشعار الأيمن، لم يخذلني حدسي. والآن عليك الاختيار بين اللونين الأزرقين، إنه سؤال ماكر. الجزء الأول داكن والثاني بلون فاتح، هذا هو الشعار الصحيح. لابد أنكم تمزحون. يبدو الشعار الأيمن مألوفاً أكثر، ولا عجب أنه الشعار الصحيح. مهلاً، هل هما مختلفان حقاً؟ ها، حسناً، قرروا جعل قرني استشعار الرجل الآلي بسيطين قدر الإمكان.